بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إدارة التعليم الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم بإشراف مباشر من مكتب سيادة مستشار الرياضيات أن تقدم لكم أولى حلقات مادة تطبيقات الرياضيات فرع الديناميكا. الأسبوع السابق يا شباب اتكلمنا على مراجعة أهم الموضوعات التي تم دراستها في الصف الثاني الثانوي واللازمة لفهم دروس الصف الثالث الثانوي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على أول درس من تطبيقات الرياضيات في فرع الديناميكا، وهو درس تفاضل الدوال المتكامل. بنبهكم يا شباب إن شاء الله نفس الشغل اللي هيتقال النهاردة هيتعرض على موقع الوزارة بصيغة البي دي إف، من حقكم تنزلوا هذه الأشياء على الأجهزة عندكم أو تطبعوها وتذاكروا منها إن شاء الله. أول درس عندنا يا شباب في تفاضل الدوال المتجه. هنبدأ نعرف بعض المفاهيم الأساسية يا شباب في بداية فرع الديناميكا، ومهم جدا نعرف هذه المسميات بالرموز بتاعتها. يعني ايه الحركه في خط مستقيم؟ بيقول لي بكل بساطه عندما يتحرك الجسم في خط مستقيم فانه يقال ان الحركه مستقيمه. طبعا هذه الحركه شباب اما ان تكون بشكل افقي او بشكل راسي او بشكل مائل، مفيش عندنا اي مشكله، اهم حاجه تكون الحركه في خط مستقيم باي وضع. طيب يعني ايه موضع الجسم يا شباب؟ ونعرف يعني ايه متجه موضع الجسم. إذا بدأ الجسم الحركة من نقطة ثابتة وليكن مثلا نقطة الواو، نقطة الأصل الموضحة بالشكل، وبتحديد متجه وحدة ثابت وليكن جهة اليمين هو الاتجاه الموجب ونرمز له بالرمز ي، وجهة اليسار هو الاتجاه السالب ونرمز له بالرمز سالب ي. فعندما يتحرك جسم ابتداء من نقطة الأصل نحو اليمين وليكن مثلا 3 وحدات كما بالشكل، يقال أن الجسم وصل عند نقطة ألف. في هذه الحالة يقال أن موضع هذا الجسم هو 3 وحدات في اتجاه المتجه ي، ومتجه الموضع يا شباب يرمز له بالرمز سين، ده الرمز اللي هيستمر معانا طول السنة. سين يشير إلى متجه الموضع. فإذا كان الاتجاه جهة اليمين كما بالشكل وليكن مثلا 3 وحدات، فإنه يقال أن موضع هذا الجسم هو 3 في اتجاه المتجه ي. وإذا تحرك الجسم في الجهة الأخرى، الجهة العكسية، يعني وصل إلى نقطة ب أيضا 3 وحدات، في هذه الحالة يقال أن وضع الجسم في هذه الحالة أو الموضع عند نقطة ب هو سالب 3 ي. يبقى موضع الجسم هو دايما بنحدد مكان الجسم بالنسبة لنقطة ثابتة. وهذا الموضوع طبعا يا شباب مرتبط بالزمن، يعني مع تغير الزمن بيبدأ هذا الموضع بيتغير مع تغير الزمن. إذا متجه الموضع رمزه سين، محدش ينسى يا شباب. طيب تاني مفهوم هنتكلم عليه يا شباب بما يسمى بمتجه الإزاحة. يعني إيه إزاحة الجسم يا شباب؟ بكل بساطة الإزاحة هي التغير في موضع الجسم. يعني جسم في الموضع الابتدائي كان في مكان ما، وبعد فترة من الزمن انتقل إلى مكان آخر، واضح إن حصل تغير في موضوعه. هذا التغير في الموضوع يطلق عليه الإزاحة. على سبيل المثال التوضيحي، لو قلنا مثلا الجسم موضوعه الابتدائي كما بالشكل هو كان س صفر عند نقطة ألف، يعني الجسم بدأ من الموضع س صفر عند ألف، ثم بعد فترة من الزمن انتقل عند موضع آخر اسمه ب، فموضع اللي عند ب بنسميه الموضع النهائي. يبقى عند ألف اسمه الموضع الابتدائي يسمى س صفر، وعند ب اسمه الموضع النهائي يسمى س. التغير في هذا الموضع يا شباب بما يسمى بالإزاحة. يبقى الإزاحة هي التغير في الموضع، والتغير في أي شيء يا شباب هو دائما الوضع الجديد ناقص الوضع القديم، وضع الوضع النهائي ناقص الوضع الابتدائي. الوضع النهائي هو هنا س، يعني الموضع النهائي س، والموضع الابتدائي هو س صفر. في هذه الحاله التغير في هذا الموضوع هو س ناقص س صفر، ويرمز للتغير بالرمز دلتا س، وايضا تسمى الازاحه بالرمز ف. يبقى الرمز اللي هيستمر معانا يا شباب هو للازاحه هو الف، عبارة عن التغير في الموضع اللي رمزها دلتا س، والتغير في أي شيء الموضع النهائي ناقص الموضع الابتدائي، وبالتالي أصبح متجه الإزاحة ف عبارة عن س ناقص س صفر، يعني الموضع النهائي عند أي لحظة زمنية ناقص الموضع الابتدائي. وبالتالي كده عرفنا يعني إيه الإزاحة، عبارة عن التغير في الموضع.
ملحوظة هامة جدا يا شباب، عندما تكون فيه مجابهة، ما معنى ان الازاحة مجابهة؟ معنى ذلك يا شباب ان الموضع النهائي على يمين الموضع الابتدائي، يعني الموضع النهائي للجسم بعد الفترة الزمنية المحددة اتوجد على يمين الوضع الابتدائي، في هذه الحالة يقال ان الازاحة هنا ازاحة مجابهة. اما اذا كان الموضع النهائي يسار الموضع الابتدائي، في هذه الحالة يقال ان الازاحة في هذه الحالة ازاحة في الاتجاه السالب. نبدأ نعرف متجه السرعة. انت خلاص يا شباب عرفنا الموضع رمزه س، الإزاحة رمزها ف وهي عبارة عن س ناقص س صفر، السرعة يا شباب طبعا رمزها ع. بكل بساطة يا شباب تعريف السرعة هي معدل التغير في الموضع بالنسبة للزمن، معدل التغير في متجه الموضع بالنسبة للزمن. طبعا احنا عارفين ان معدل التغير بالنسبة للزمن معناها اشتقاق بالنسبة للزمن، يبقى معدل التغير تعني اشتقاق، وبالتالي اصبحت السرعه هي د س على د ن، يبقى السرعه بنشتق الموضع بالنسبه للزمن. طيب احنا عارفين يا شباب رياضيا ان المشتقه تفسيرها الهندسي ميل المماس للمنحنى. طيب هنا منحنى يا شباب واضح انا بتكلم على منحنى الموضع الزمن، طالما الس مرتبطه بالزمن يبقى المنحنى المرسوم امامي هيبقى اسمه موضع الزمن. ميل المماس عند اي نقطه يعبر عن السرعه، يبقى السرعه هي اشتقاق الموضع بالنسبه للزمن، ده كرياضه. اما كشكل هندسي السرعه هي ميل المماس للمنحنى الموضع الزمن. وايضا يا شباب ممكن نعرف السرعه بانها معدل تغير الازاحه بالنسبه للزمن. طب ايه السبب يا شباب؟ اتفقنا ان الفرق بين الازاحه والموضع مجرد ثابت، ما هو الموضع الابتدائي دايما هو مقدار ثابت، يعني الفرق بين ف وس هو الثابت س صفر، وبالتالي اشتقاق الف هو نفس نتيجة اشتقاق السين. عشان كده بنقول ان السرعة تنفع نقول هي اشتقاق الازاحة بالنسبة للزمن، وايضا اشتقاق الموضع بالنسبة للزمن، وبالتالي اصبحت ايضا السرعة ميل المماس لمنحنى الازاحة الزمن. اذا لو امامي منحنى موضع زمن او امامي منحنى ازاحة زمن، ميل المماس عند اي نقطة يشير الى السرعة، يشير الى السرعة، يبقى السرعة يا شباب هي اشتقاق الموضع بالنسبة للزمن أو اشتقاق الإزاحة بالنسبة للزمن. يبقى نعيد تاني بالراحة، بدأنا بالموضع اللي هو سين، ثم بدأنا بالإزاحة وهي سين ناقص سين صفر، ثم هنحصل على السرعة وهي اشتقاق الموضع بالنسبة للزمن أو اشتقاق الإزاحة بالنسبة للزمن. طيب بص يا شباب، نقدر نعتبر العجلة هي معدل تغير السرعة بالنسبة للزمن. العجلة هي معدل تغير السرعة بالنسبة للزمن، أي اشتقاق السرعة بالنسبة للزمن. يبقى العجلة هي د العين على د النون، وطالما أيضا ارتبطت بالاشتقاق إذا نقدر نعبر عنها أيضا بلغة الأميال، بس ميل المماس لمين يا شباب؟ لمنحنى السرعة الزمن. يبقى العجلة هي ميل المماس لمنحنى السرعة الزمن. يبقى كده عرفنا يعني إيه موضع، يعني إيه إزاحة، يعني إيه سرعة، يعني إيه عجلة. اتفقنا عشان نحصل على الازاحه من الموضع هنطبق العلاقه ف بتساوي س ناقص س صفر، وللحصول على السرعه من الازاحه او حتى من الموضع بالاشتقاق بالنسبه للزمن، ثم اخر حاجه للحصول على العجله بنشتق السرعه بالنسبه للزمن. بكده عرفنا الموضع وعرفنا الازاحه وعرفنا السرعه وعرفنا العجله. هذه المسميات يا شباب مسميات في منتهى الاهميه عند التعامل مع المسائل. طيب بص يا شباب، احيانا تجي لي السرعه داله في الموضع وليست داله في الزمن، السرعه بدلاله الموضع يعني ع بدلاله س. ازاي نحصل على العجله؟ اتفقنا الشغل اللي فات في المرحله السابقه كله لازم يكون داله في الزمن، اما اذا كان العلاقه اللي قدامه هي علاقه السرعه داله في الموضع، في هذه الحاله للحصول على العجله هتكون هنا ساعتها هتكون السرعه العجله عباره عن د العين على د النون، ده الطبيعي للعجله، ولكن اساسا عين مش داله في الزمن، ده هنا عين داله في الموضع س، والسين هي اللي داله في الموضع داله في الزمن. في هذه الحاله هنضطر نستعمل يا شباب قاعده السلسله اللي درسناها في ثانيه ثانوي، وهي د العين على د النون تساوي د العين على د السين في د السين على د نون. طيب نلاحظ ان د السين د النون دي تمثل السرعه، د السين د النون عباره عن السرعه، تمام يا شباب، وبالتالي نقدر نعتبر العجله هي عباره عن عين في د العين د السين، عين اللي هي عباره عن د س د النون عباره عنها بالعين، هيتبقى ليا د العين على د س. معنى ذلك عندما تكون السرعه داله في الموضع فللحصول على العجله هنطبق العلاقه اللي امامنا،
اللي هي جيم تساوي عين في دال عين دال سين. اما اذا كانت السرعه داله في الزمن فنشتق اشتقاق عادي جدا للحصول على العدد. نشوف مثال على الجزئيه الاخيره دي يا شباب. اذا كانت عين تساوي 4 سين تربيع، هنعرفكم ازاي نحصل على العجله من هذه العلاقه. لاحظوا ان العين هنا داله في الموضع، يعني عين بدلاله سين وليست بدلاله الزمن. فعشان نحصل على العجله هنضطر نطبق العلاقه جيم تساوي عين دال عين دال نون. زي ما احنا شايفين العين طبعا زي ما هي، طبعا دال عين دال سين يعني هنشتق العين بالنسبه للموضع، يعني هحصل على 8 سين، طبعا 4 سين تربيع تشتق 8 سين، يبقى اصبح الشكل النهائي للعجله 8 سين عين، ونقدر نستبدل عين بقيمتها وهي 4 سين تربيع، يبقى انا هحصل على 8 سين في 4 سين تربيع، هحصل على 32 سين تكعيب. بكده قدرنا نستنتج العجله من السرعه عندما تكون السرعه داله في الموضع. بالمناسبه افترضوا بدل السين دي كانت نون وليست سين، يعني عين عباره عن 4 نون تربيع. في هذه الحاله يا شباب للحصول على العجله بالاشتقاق المباشر دون اللجوء لهذه القاعده. يبقى نخلي بالنا كويس جدا يا شباب، لما تكون السرعه داله في الزمن اقدر احصل على العجله مباشره بالاشتقاق، اما عندما تكون السرعه داله في الموضع يبقى لازم اطبق العلاقه اللي امامنا وهي ج تساوي عين دال عين دال سين، ودي علاقه في منتهى الاهميه. طيب هناخد بعض بقى المفاهيم الهامه يا شباب والملحوظات الهامه. بص يا شباب، ايه الفرق بين المسافه والازاحه؟ عايزين نتكلم في النقطه دي عشان في بعض الطلبه بتتلخبط ما تعرفش ايه الفرق بين الازاحه والمسافه. بص يا شباب، هقول معاكم مثال تشبيهي بسيط كده، تخيلوه معايا. انت واقف في مكان ما وتحركت جهه اليمين 10 متر، ثم تحركت في نفس الاتجاه 5 متر اخرى. في هذه الحاله يبقى هنا الموضع بتاعك او الازاحه بتاعتك عباره عن ايه؟ عباره عن 10 متر ثم 5 متر. في هذه الحاله انت كده تحركت ازاحه قدرها 15 متر. وما هي المسافه التي تحركتها؟ ايضا 15 متر. انت مشيت 10 متر في اتجاه اليمين ثم مشيت 5 متر كمان اضافيه عليهم. في هذه الحاله الازاحه هي المسافه. طب ايه السر ان هنا اصبحت الازاحه هي المسافه؟ عشان هنا الحركه في نفس الاتجاه. طيب انا قلت لك اتحرك جهه اليمين 10 متر ثم تحرك جهه اليسار 7 متر. في هذه الحاله ما هو مقدار الازاحه اللي حضرتك تحركتها؟ حضرتك ذهبت جهه اليمين 10 متر ثم رجعت في الاتجاه العكسي 7 متر، معنى ذلك يبقى انت كده الازاحه بالنسبه لك هي 3 متر فقط. يعني قلنا الازاحه هي الموضع النهائي ناقص الموضع الابتدائي. اذا انت يعتبر في الاخر اتزحت، عملت عمليه ازاحه عن مكانك الاصلي 3 متر فقط. في حين انت تحركت 17 متر. انت مشيت جهه اليمين 10 ورجعت 7، اذا في الواقع انت مشيت مسافه 17 متر. بينما الازاحه اللي انت حصلت عليها او وصلت اليها هي 3 متر فقط، اذا هنا الازاحه غير المسافه. يبقى بالراحه تاني بقى يا شباب، امتى الازاحه هي المسافه وامتى الازاحه تختلف عن المسافه؟ اذا كانت الازاحه في الازاحتين في نفس الاتجاه، في هذه الحاله المسافه الكليه هي الازاحه الكليه، اذا لم يغير الجسم اتجاه حركته. اما اذا تغير اتجاه الحركه فالازاحه تختلف تماما عن المسافه. فنخلي بالنا يا شباب لما يطلب مني الازاحه في اي مساله بعوض تعويض مباشر في العلاقه اللي عندي تخص الفه وهي تعبر عن الازاحه. اما اذا طلب مني المسافه يبقى لازم اعرف الجسم الاول هل هو غير اتجاه حركته ام لم يغير اتجاه حركته، وده طبعا هنعرفه يا شباب من ايجاد اصفار السرعه. يبقى لو طلب مني المسافه في اي مساله لازم الاول احصل على اصفار السرعه ثم اجزأ الازاحات اللي عندي باستخدام الزمن اللي حصلنا عليه، واخد واجيب الازاحات خلال هذه الفترات واخد القيم المطلقه لهذه الازاحات احصل على المسافه الكليه. فنخلي بالنا عند ايجاد المسافه حذاري حذاري حذاري، لازم نعرف ونجيب اصفار السرعه. طيب متجه السرعه المتوسطه ايه تعريفه يا شباب؟ متجه السرعه المتوسطه هو الازاحه الكليه على الزمن الكلي. يعني لو طلب مني اوجد متجه السرعه المتوسطه هحصل على الازاحه خلال الفتره الزمنيه اللي قال لي عليها واقسمها على نفس الزمن. اما السرعه المتوسطه بدون لفظ متجه، يعني السرعه المتوسطه فقط، هي المسافه الكليه على الزمن الكلي. يبقى لو طلب مني يا شباب متجه السرعه المتوسطه احصل على الازاحه واقسمها على الزمن. اما اذا طلب مني السرعه المتوسطه بدون لفظ متجه
في هذه الحالة هقسم المسافة على الزمن، واحنا حذرنا ازاي نجيب المسافة ونخلي بالنا جيدا عند ايجاد المسافات، وده هنشوفه في الامثلة حالا ان شاء الله. طيب احيانا يا شباب في بعض الاسئلة يطلب مني اوجد اقصى شيء، يعني اوجد اقصى سرعة او اوجد اقصى مسافة. القاعدة يا شباب بكل بساطة بتقول لايجاد اقصى شيء نصفر مشتقته. نصفر مشتقته بمعنى لو طلب مني اقصى سرعه، ما هي مشتقه السرعه؟ احنا لسه قايلين حالا مشتقه السرعه هي العجله، فلما يطلب مني اقصى سرعه في هذه الحاله اصفر العجله مباشره. طب لو طلب مني اقصى ازاحه، ما هي مشتقه الازاحه؟ مشتقه الازاحه هي السرعه، يبقى احنا لازم نصفر السرعه. يبقى بصفه عامه يا شباب لما يطلب مني اقصى شيء، يبقى تذكروا جيدا الجمله اللي بتقول لايجاد اقصى شيء نجعل مشتقته بتساوي صفر، يعني نشتق هذا الشيء ونسويه بصفر، بكده هقدر احصل على اقصى هذا الشيء، اقصى سرعه او اقصى مسافه. فمثلا لايجاد اقصى مسافه نضع السرعه بتساوي صفر، عشان السرعه دي هي مشتقه المسافه. اما لايجاد اقصى سرعه نضع العجله بتساوي صفر، لان العجله دي اساسا هي مشتقه السرعه، عشان كده الجمله بتقول لايجاد اقصى شيء نصفر ايه؟ نصفر مشتقته. الحركة المتسارعة والحركة التقصيرية، وده آخر مفهوم يا شباب قبل ما نتعرض للتمارين. يعني إيه يا شباب حركة متسارعة ويعني إيه حركة تقصيرية؟ بكل بساطة يقال للحركة أنها حركة متسارعة إذا كان عين وجيم لهما نفس الاتجاه. لهما نفس الاتجاه يا شباب أي لهما نفس الإشارة. وما معنى لهما نفس الإشارة؟ يعني مؤكد حاصل ضربهما هيكون كمية موجبة. لان لو كانوا الاثنين موجبين حاصل ضربهم موجب، اما اذا كانوا الكميتين سالبتين ايضا حاصل ضربهم موجب. عشان كده بنقول يقال الحركه انها حركه متسارعه اذا كان عين وجيم لهما نفس الاتجاه اي لهما نفس الاشاره. فلو كانت مثلا كل من عين وجيم موجبتين، يبقى واضح ان حاصل ضربهم هيبقى كميه موجبه، وبالتالي الحركه هنا حركه متسارعه. طيب وما معنى ايضا ان عين وجيم كميتين موجبتين؟ معنى ذلك ان الجسم هنا يتحرك بتسارع جهه اليمين، لان طالما العين موجبه معنى ذلك ان الاتجاه هنا اتجاه السرعه جهه اليمين، وطبعا بتسارع عشان حاصل ضرب الموجبين هيبقى كميه موجبه. اما اذا كان عين وجيم ايضا سالبتين، معنى ذلك ايضا ان الحركه متسارعه. ليه؟ في هذه الحاله حاصل ضرب عين في جيم هيبقى كميه ايضا موجبه، يعني اكبر من الصفر، بس في هذه الحاله بنقول ان الجسم يتحرك بتسارع جهه اليسار. اما يقال بقى للحركه انها حركه تقصيريه اذا كان عين وجيم في اتجاهين متضادين. ما معنى ان هم في اتجاهين متضادين؟ يعني عكس بعض في الاشاره، وبالتالي حاصل ضرب عين في جيم مؤكد هيكون كميه سالبه، يعني اقل من الصفر. فمثلا لو كانت عين موجبه وجيم سالبه، مؤكد هيكون حاصل ضرب عين في جيم في هذه الحاله كميه سالبه، يبقى يقال الحركه انها حركه هنا تقصيريه، ولكن عين موجبه فبنقول الجسم يتحرك بتقصير جهه اليمين. اما اذا كانت عين سالبه وجيم موجبه ايضا حاصل ضربهم هيكون كميه سالبه، ويقال ايضا ان الحركه هنا حركه تقصيريه ولكنها في اتجاه اليسار، لان السرعه عندي هنا كميه سالبه. يبقى بسرعه يا شباب، متى يقال للحركة أنها حركة متسارعة؟ ومتى يقال لها أنها حركة تقصيرية؟ متسارعة إذا كان حاصل ضرب عين في جيم أكبر من صفر أي كمية موجبة، ويقال للحركة أنها حركة تقصيرية إذا كان عين وجيم عين في جيم كمية سالبة أي حاصل ضربهما أقل من الصفر. بكده يا شباب خدنا الجزء النظري الخاص بتفاضل الدوال المتجهة. نبدأ نشوف الأمثلة ونطبق هذه الأجزاء من خلال الأمثلة. بسرعة يا شباب نفكركم، بدأنا بالموضع ثم بنحصل من الموضع على الإزاحة، الموضع طبعا رمزه س، الإزاحة بنحصل عليها من الموضع ورمزها ف، يبقى ف بتساوي س ناقص س صفر، ثم من الإزاحة بنحصل على السرعة وهو بالاشتقاق بالنسبة للزمن، ثم من السرعة بالاشتقاق مرة أخرى بالنسبة للزمن بنحصل على العجلة. ما تنسوش لو كانت السرعة دالة في الموضع للحصول على العجلة هنطبق العلاقة الشهيرة ج بتساوي عين د عين د س. عرفنا يعني ايه التقصير، عرفنا يعني ايه التباطؤ، عرفنا ايه الفرق بين الإزاحة والمسافة، عرفنا يعني ايه السرعة المتوسطة ومتجه السرعة المتوسطة. أول مثال يا شباب بيقول لي يتحرك جسم بحيث كان موضعه س يعطى كدالة في الزمن بالعلاقة
س تساوي ن أس 2 ناقص 8 ن زائد 5 في اتجاه المتجه ي، حيث ي متجه وحده ثابت. نشوف ايه المطاريب المطلوبه مننا يا شباب. اول مطلوب بيقول لي عايز الازاحه بعد 4 ثواني، ومديني طبعا 4 اختيارات، يا ترى 16 ي ولا سالب 16 ي ولا 8 ولا سالب 8. المطلوب الثاني عايز مني متجه السرعه الابتدائيه، ومديني ايضا 4 اختيارات، يا ترى 8 سالب 8 8 ايه سالب 8 ايه. ايضا طالب مني مقدار العجله بعد 3 ثواني، وايضا مديني 4 اختيارات، 2 8 2 ايه سالب 4 ايه. طيب انا هنا سؤال يا شباب، السؤال بادئ بالموضع، الراجل مديني الموضع وطالب مني الازاحه بعد 4 ثواني. كيف نحصل على الازاحه من الموضع؟ الازاحه طبعا رمزها فيه، اتفقنا الازاحه فيه عباره عن الموضع النهائي ناقص الموضع الابتدائي، وبالتالي هنقول له الفه عباره عن س ناقص س صفر. س هنا تشير الى الموضع عند اي لحظه زمنيه، وس صفر يشير الى الموضع الابتدائي اي الموضع عند بدايه الزمن. طيب دايما يا شباب من س لفه، لو كانت السين عباره عن داله كثيره حدود كما بالشكل، فقط هنشيل الثابت اللي موجود في الموضع، يعني هنشيل الخمسه. يبقى الفه مباشره عباره عن ن تربيع ناقص 8 نون. تفسير هيجي منين يا شباب؟ السين معانا كامله نون تربيع ناقص 8 نون زائد 5 ناقص سين صفر، ودي معناها الموضع عند نون بتساوي صفر. يبقى لما اطرح سين صفر يعني هطرح الخمسه، وبالتالي الخمسه هتتحذف مع الخمسه، وبالتالي هحصل على نون تربيع ناقص 8 نون. من الاخر يا شباب، لما يكون معانا الموضع كثيره حدود، انا باكد على كلمه كثيره حدود، للحصول على الازاحه مجرد فقط هنشيل الثابت اللي موجود في الموضع، وبالتالي الازاحه عندي عباره عن نون تربيع ناقص 8 نون في اتجاه المتجه ي. طيب هو طلب مني الازاحه بعد 4 ثواني، يبقى احنا مباشره نستبدل كل نون بتساوي 4 في العلاقه الاخيره اللي حصلنا عليها. هتبقى الف عند نون بتساوي 4 عباره عن 4 تربيع ب 16 ناقص 8 في 4 ب 32، هحصل على سالب 16 ي، وبالتالي الاختيار الصحيح هو سالب 16 ي. السؤال الثاني عاوز مني متجه السرعه الابتدائيه. طيب ازاي نحصل على السرعه يا شباب؟ احنا قلنا السرعه بنحصل عليها اما من اشتقاق الموضع بالنسبه للزمن، او اشتقاق الازاحه بالنسبه للزمن. يبقى السرعه هنحصل عليها مباشره باشتقاق الموضع بالنسبه للزمن، وبالتالي لما اشتق العلاقه ن تربيع ناقص 8 ن زائد 5، هحصل على 2 ن ناقص 8. نفس الكلام يا شباب لو انا اشتقيت الازاحه، لو اشتقينا العلاقه ن تربيع ناقص 8 ن، هحصل على 2 ن ناقص 8. عشان كده قلنا عفوا يا شباب ان السرعه هي اشتقاق الموضع بالنسبه للزمن، او اشتقاق الازاحه بالنسبه للزمن. حصلنا على السرعه بدلاله الزمن 2 ن ناقص 8 في اتجاه المتجه ي. هو طالب مني يا شباب متجه السرعه الابتدائيه. يعني ايه متجه السرعه الابتدائيه يا شباب؟ يعني متجه السرعه عند بدايه الحركه، اي عند ن بتساوي صفر. لما يطلب مني السرعه الابتدائيه، معنى ذلك نضع ن بتساوي صفر، هحصل على ان العين بتساوي سالب 8 في اتجاه المتجه ي، وبالتالي الاختيار الموفق هو الاختيار سالب 8 ي. المطلوب الثالث في نفس السؤال عايز مني مقدار العجله بعد 3 ثواني. لاحظوا يا شباب احنا طلبنا مطلوب يخص الازاحه، ومطلوب اخر يخص السرعه، حالا بنطلب مطلوب اخر يخص العجله. طيب كيف نحصل على العجله من السرعه؟ اتفقنا قلنا العجله هي اشتقاق السرعه بالنسبه للزمن. السرعه امامنا 2 ن ناقص 8، لما اشتق هذه العلاقه بالنسبه للزمن هحصل على العجله وهي 2 في اتجاه المتجه. طيب نلاحظ بقى يا شباب ان العجله هنا تساوي 2 ي. لاحظوا ان هي مقدار ثابت لا يتوقف عن الزمن، مفيش نون. طب هو طالب مني العجله بعد 3 ثواني، ايه معنى السؤال ده يا شباب؟ لاحظوا ان العجله هنا مقدار ثابت، معنى ذلك ان العجله ثبتت عند العدد 2 بغض النظر عن اي زمن، يعني بغض النظر عن نون بكام، وبالتالي عند نون بتساوي 3 هنقدر نقول العجله واحنا مطمنين بتساوي 2. طب عند نون بتساوي 4 ايضا العجله بتساوي 2، عند نون بتساوي 50 ثانيه ايضا نون هتساوي 2، لان العجله هنا مقدار ثابت، وبالتالي مقدار العجله عند نون بتساوي 2 عباره عن 2. طب انا قلت ليه؟ قلت 2 بس، ليه ما قلتش 2 ي؟ لانه طالب مني يا شباب مقدار العجله. كلمه مقدار العجله يعني عايز القياس الجبري للعجله، مش عايز العجله بشكل اتجاهي. عشان كده كتبنا ج ما حطناش عليها رمز الاتجاه، وكمان ما كتبناش الي اللي موجوده بعد الاثنين، دي كده اسمها مقدار العجله. امال ايه 2 ي؟ 2 دي يا شباب اسمها متجه العجله.
متجه العجله 2 ي، بينما مقدار العجله بتساوي 2 فقط. وبالتالي هنا بيلعب على الاختيارات دي يا شباب. لاحظوا انا عندي 2 وعندي 2 ي، طب ليه ما اختارش 2 ي؟ لان العجله فعلا هي ب 2 ي، لانه طالب مني مقدار العجله. المقدار يا شباب معناه انه عايز القياس الجبري للعجله، يعني بغض النظر عن الاتجاه ي. وبالتالي الاجابه الصحيحه في هذه الجزئيه هي 2 وليس 2 ي. كده شفنا مثال مباشر على ازاي من الموضع بنحصل على الإزاحة، ثم من الإزاحة بنحصل على السرعة، ثم من السرعة بنحصل على العجلة مع بعض الطلبات الأخرى. نشوف كمان مثال. يتحرك جسم بخط في جسيمة بحيث كان متجه موضعه س يعطى كدالة في الزمن بالعلاقة س تساوي ن تكعيب ناقص 3 ن تربيع ناقص 5 في اتجاه المتجه ي، فإن متجه العجلة عندما تنعدم السرعة. عايز هنا يا شباب متجه العجله، يعني عايز ج بشكل اتجاهي، بس امتى الكلام ده يا شباب؟ عندما تنعدم السرعه. طيب نلاحظ يا شباب احنا بدانا بالموضع، ايه رايكم نجيب العناصر كلها امامنا ثم نشوف هو عايز ايه بالتفصيل؟ من الموضع هنحصل على الازاحه، اتفقنا الازاحه هي س ناقص س صفر، يعني عباره عن ن تكعيب ناقص 3 ن تربيع، اتفقنا خلاص هنشيل العدد الثابت طالما الموضع هنا عباره عن كثيره حدود، يبقى كده الازاحه اصبحت ن تكعيب ناقص 3 ن تربيع. مباشره نحصل على السرعه بالاشتقاق بالنسبه للزمن، هحصل على 6 ن ناقص 6، ثم نشتق كمان مره اخرى نحصل على العجله وهي د ع د ن عباره عن 6 ن ناقص 6. بكده معايا الموضع ومعايا الازاحه ومعايا السرعه ومعايا العجله. نشوف ايه بقى طلباته بالتحديد. هو طالب مني متجه العجله عندما تنعدم السرعه. ما معنى يا شباب عندما تنعدم السرعه؟ كلمه تنعدم بلغه الرياضه يعني تساوي صفر، يبقى احنا هناخد الجزئيه الخاصه بالسرعه ونسويها بالصفر، بكده هحصل على متى تنعدم السرعه. طبعا متى يعني هجيب الزمن، يبقى انا هقول مباشره تنعدم السرعه عندما 3 ن تربيع ناقص 6 ن بتساوي صفر. بالتعامل رياضيا مع هذه المعادله ونسحب 3 ن عامل مشترك، هحصل على بين القوسين ن ناقص 2 تساوي صفر. بكده حصلت على اما ن تساوي صفر او ن بتساوي 2. معنى ذلك ان العجله تنعدم، ايش بسبب ان السرعه تنعدم عند بدايه الزمن، يعني عند ن بتساوي صفر، اي ان الجسم بدا من السكون، وايضا تنعدم بعد مرور 2 ثانيه. هو عاوز بقى مني يا شباب العجله بهذه الازمنه، يعني عايز العجله مره عند ن بتساوي صفر، والعجله مره عند ن بتساوي 2. يبقى نرجع للعجله اللي عندنا وهي 6 ن ناقص 6، ونعوض مره بصفر ومره ب 2. عند ن بتساوي صفر هحصل على العجله بتساوي سالب 6 في اتجاه المتجه ي، طبعا انا بتكلم على متجه العجله، وعند ن بتساوي 2 هحصل على متجه العجله تساوي 6 في 2 ب 12 ناقص 6 ي، هحصل على 6 ي. اذا العجله لها قيمتين، يا اما سالب 6 ي يا اما موجب 6 ي. لو احنا بصينا في الاختيارات عندي 16 ي موجب وسالب 6 ي، 9 سالب 5، يبقى الاجابه الصحيحه في هذه الحاله هي الاجابه موجب وسالب 6 في اتجاه المتجه ي. نشوف المثال الثالث. يتحرك جسيم بحيث كان متجه موضوعه س يعطى كدالة في الزمن بالعلاقه س تساوي ن تكعيب ناقص 2 ن تربيع زائد 9 في اتجاه المتجه ي. بين نوع الحركة من حيث التسارع أو التقصير عند ن بتساوي 1. طيب لو رجعنا للشرح النظري يا شباب كنا اتفقنا نوع الحركة هنا من حيث التسارع أو التقسيم اللي بيتحكم فيها هو حاصل ضرب السرعة في العجلة. يبقى لازم الأول أحصل على السرعة بكام والعجلة بكام، ثم عند ن بتساوي 1 أعرف إشارة كل منهما بكام، وبالتالي عرفت إشارة حاصل ضربهما هل أكبر من الصفر ولا أصغر من الصفر في هذا الزمن. طيب يبقى الاول نجيب من الموضع نحصل على الازاحه كالعاده، الفي بتساوي س ناقص س صفر، اتفقنا هنشيل التسعه، يبقى اصبحت ن تكعيب ناقص 2 ن تربيع، ثم بالاشتقاق بالنسبه للزمن نحصل على السرعه، يبقى العين عباره عن د س د ن او د ف د ن، هحصل على 3 ن تربيع ناقص 4 ن، ثم نحصل على العجله باشتقاق السرعه بالنسبه للزمن، هحصل على 6 ن ناقص 4. طيب هو طالب مني يا شباب نوع الحركه من حيث التسارع او التقصير، اتفقنا اللي بيتحكم في قصه التسارع والتقصير والتقصير هو حاصل ضرب عين في جيم، يبقى مباشره هنضرب عين في جيم، هحصل على 3 ن تربيع ناقص 4 ن
مضروبه في 6 نون ناقص 4. طيب انا عايز اعرف يا شباب اشاره هذا المقدار عند نون بتساوي 1، يعني هل حاصل ضرب عين في ج هيبقى كميه موجبه ولا هيبقى كميه سالبه؟ نبدا نعوض عن نون بتساوي 1، هيبقى القوس الاولاني عندي 3 ناقص 4 والقوس الثاني عندي 6 ناقص 4، هحصل على الناتج النهائي سالب 4 طالما حاصل ضربهما سالب 2 يا شباب، اسف، طالما حاصل ضربهما كميه سالبه معنى ذلك ان الحركه عند هذا الزمن حركه تقصيريه، طالما حاصل ضربهما كميه سالبه يبقى الحركه حركه تقصيريه. نلاحظ احنا لو حسبنا القوس ده لوحده الذي يعبر عن السرعه 3 ناقص 4 كميه سالبه، والقوس ده لوحده اللي هو 6 ناقص 4 يعبر عن العجله كميه 6 ناقص 4 كميه موجبه، يبقى واضح ان السرعه سالبه والعجله موجبه، معنى ذلك مختلفي الاشاره، عشان كده حاصل ضربهم يساوي سالب 2، عشان كده بنقول الحركه هنا حركه تقصيريه. بالمناسبه شباب واحنا بنقول حركه متباطئه، اذا كلمه تقصيريه تكافئ تماما كلمه متباطئه. طيب في نفس المثال الشباب كان ممكن يقول لي متى تصبح الحركه، متى تكون الحركه متسارعه ومتى تكون تقصيريه؟ متى هنا سؤال عن الزمن، في هذه الحاله يبقى لازم ابحث اشاره عين في جيم، ابحث اشاره هذا المقدار على خط الاعداد واعرف الفترات اللي فيها عين في جيم كميه موجبه والفترات اللي فيها عين في جيم كميه سالبه، عشان هنقول في الاخر الفترات الموجبه تعني ان الحركه هنا حركه متسارعه في هذه الفترات، واذا كان الفترات السالبه تعني ان الحركه هنا حركه تقصيريه اي متباطئه في هذه الفترات. ده يا شباب اسمه بحث اشاره عين في جيم، ده لو طلب مني متى تكون متسارعه ومتى تكون تقصيريه. طيب اذا كان متجه موضع جسم هو س يساوي 3 ن تربيع ناقص 12 ن زائد 5 في اتجاه المتجه ي، ايه المطلوب يا شباب؟ بيقول لي فان الازاحه بعد 3 ثواني تساوي نقط والمسافه بعد 3 ثواني تساوي كم؟ يعني طلب مني الازاحه وطلب مني المسافه. انا متعمد يا شباب اجيب هذا المثال عشان ده مثال هيوضح لنا ايه الفرق تماما بين الازاحه والمسافه. طيب مبدئيا احنا معانا الموضع س، نبدا نحصل منه على الازاحه. طبعا الازاحه عباره عن س ناقص س صفر، واتفقنا هنشيل الخمسه، هحصل على 3 ن تربيع ناقص 12 ن. طيب العلاقه الاخيره دي يا شباب تعبر مباشره عن الازاحه. طب هو طلب مني الازاحه بعد 3 ثواني، خلاص يبقى احنا مباشره نعوض عن ن بتساوي 3 في هذه العلاقه. يبقى عند ن بتساوي 3 هحصل على ان، انا كده يا شباب جبت الازاحه ثم السرعه ثم العجله، جهزت الاساسيات الاول ثم اشوف طلباته، هو عايز مني الازاحه بعد 3 ثواني، نعوض بعد 3 ثواني في الازاحه، هحصل على 3 في 9 ب 27 ناقص 12 في 3 ب 36 يبقى سالب 9 في اتجاه المتجه ي، معنى ذلك ان بعد 3 ثواني الجسم تحرك جهه اليسار مسافه 9 وحدات جهه اليسار. طيب كده خلاص حصلنا على الازاحه بعد 3 ثواني، طب عايز بقى المسافه في تلك الفتره. هل اقدر اقول هنا ان المسافه 9 متر يا شباب؟ ما اعرفش. يبقى لازم الاول اعرف في هذه الفتره اللي هي من صفر لثلاثه الجسم هنا غير اتجاه حركته ام لا، يبقى لازم نعرف بما يسمى باصفار السرعه. اصفار السرعه، وانا قلت في بدايه الشرح النظري يا شباب الفرق بين الازاحه والمسافه، وحذرت المسافه اصعب في الدراسه من الازاحه. الازاحه بنعوض تعويض مباشر في الفهم، بينما المسافه محتاجه تركيز شويه. عشان احصل على المسافه اتفقنا لازم نجيب الاول اصفار السرعه. وضع عندي ان السرعه هنا تساوي 6 ن ناقص 12، لما احصل على اصفارها اي اسويها بالصفر هحصل على ان ن بتساوي 2. طيب الاثنين دي يا شباب وقع في الفتره من 0 ل 3، يعني قبل الثلاث ثواني، معنى ذلك ان الجسم هيغير اتجاه حركته بعد ثانيتين. طالما الجسم غير اتجاه حركته معنى ذلك ان المسافه هتختلف تماما عن الازاحه. طيب هنعمل ايه يا شباب عشان نحصل على المسافه؟ يبقى انا هجزأ الازاحه الكليه عندي اللي هي بعد 3 ثواني على مرحلتين، المرحله الاولى من 0 ل 2 ثم المرحله الثانيه من 2 الى 3. يبقى عشان اجيب المسافه دي الحاله يبقى المسافه عباره عن الازاحه في الفتره من 0 ل 2 زائد الازاحه في الفتره من 2 الى 3، ولازم اخذ القيم المطلقه لهذه النواتج. ليه يا شباب؟ عشان انا رايح اجيب مسافه وانا لازم اضمن تكون اجابتي كلها كميات موجبه. طيب يعني ايه بقى الازاحه في الفتره من 0 ل 2؟ يعني هنجيب الازاحه بعد ثانيتين والازاحه بعد صفر ونطرحهم من بعض، يبقى عباره عن ف 2 ناقص ف 0، كذلك الازاحه من 2 الى 3 عباره عن ف 3 ناقص ف 2.
فيه 2 معناها نعوض في الإزاحة عن نون بتساوي 2، وفيه 0 يعني نعوض في الإزاحة عن نون بتساوي 0، وفيه 3 هنعوض في الإزاحة عن نون بتساوي 3. لما أعوض مباشرة عن نون بتساوي 2 في الإزاحة هحصل على سالب 12، لما أعوض بصفر هحصل على صفر، لما أعوض ب3 هحصل على سالب 9، طبعًا عندنا ناقص أساسي، لما أعوض ب2 هحصل أيضًا على سالب 12. معنى ذلك إيه يا شباب بقى؟ إن الجسم في المرحلة الأولى من صفر ل2 اتجه ناحية اليسار 12 متر. ثم في الفترة من 2 إلى 3 الجسم مشي جهة اليمين 3 متر. إذن هو رجع لورا 12 متر ثم جه لقدام تاني 3 متر، معنى ذلك أن المسافة الكلية التي تحرك الجسم هي 15 متر. يبقى نلاحظ يا شباب إن الإزاحة في الفترة بعد 3 ثواني كانت سالب 9، بينما المسافة في نفس الفترة كانت 15 وحدة طول. عشان كده نخلي بالنا جدا 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 من قصة الإزاحة والمسافة. اتفقنا بسرعة تاني، الإزاحة تعويض مباشر في العلاقة بتاعة الإزاحة، بينما المسافة لازم الأول أحصل على أصفار السرعة وأبدأ أجزأ الإزاحات باستخدام هذه الأصفار، وبالتالي بحصل على المسافة، وما انساش أخد القيم المطلقة في الفترات كلها. طيب بالمناسبة يا شباب، احنا معانا الإزاحة ومعانا المسافة، ممكن يطلب مني بالمرة بقى يطلب مني متجه السرعة المتوسطة، أو حتى يطلب مني السرعة المتوسطة. اتفقنا؟ متجه السرعة المتوسطة، يعني لو قال لي اوجد متجه السرعة المتوسطة بعد 3 ثواني. نرجع لتعريف متجه السرعة المتوسطة، هي الإزاحة على الزمن، فهحصل على سالب 9 على 3. أما لو طلب مني المسافة الكلية خلال، أو آسف، طلب مني السرعة المتوسطة خلال 3 ثواني، هقول له شباب المسافة على الزمن، يعني هحصل على 12 على 3، 15 على 3 يعني 5 متر على الثانية. يتحرك جسم في خط مستقيم طبقا للعلاقة س تساوي 5 جتا نون. لاحظوا يا شباب مديني س ما عليهاش رمز الاتجاه، مع ذلك انه مديني القياس الجبري للموضع 5 جتا نون، حيث س مقاسة بالمتر ونون مقاسة بالثانية، فإن العجلة تساوي نقط متر على الثانية عند نون بتساوي باي، ومديني أربع اختيارات، يا ترى 3 ولا 5 ولا 8 ولا 9. معانا الموضع يا شباب وعايز أحصل على العجلة. طيب أول حاجة من الموضع هنحصل الأول على الإزاحة. اتفقنا الإزاحة هي س ناقص س صفر، س في هذه الحالة هي 5 جتا نون، وس صفر نخلي بالنا يا شباب يعني هعوض عن نون بتساوي صفر، هيبقى 5 جتا صفر بتساوي 5، وبالتالي هحصل على 5 جتا نون ناقص 5 جتا صفر، يعني هحصل على 5 جتا نون ناقص، طبعا جتا صفر ديت واحد، يبقى 5 جتا نون ناقص 5. نلاحظ هنا يا شباب ان من الموضع للإزاحة الإزاحة زادت الثابت سالب 5، إذا مش دايما بنشيل الثابت، أنا قلت فقط نشيل الثابت فقط إذا كانت الموضع دالة كثيرة حدود. في هذه الحالة فعلا الإزاحة هنشيل الثابت الموجود، أما إذا كانت الدالة اللي قدامي اللي بتعبر عن الموضع دالة مثلثية أو حتى دالة مثلا كسرية، في هذه الحالة لازم أجيب الإزاحة بشكل رسمي جدا وأقول س ناقص س صفر وأحصل على شكل الإزاحة. هنا طبعا الإزاحة تبقى عبارة عن 5 جتا نون ناقص 5. طيب من الإزاحة نبدأ نجيب، عندنا طبعا السرعة وهو الاشتقاق بالنسبة للزمن، مشتقة الجتا طبعا كلنا عارفينها سالب جا، يبقى سالب 5 جا نون. لما اشتق كمان مرة عشان أحصل على العجلة هحصل على سالب 5 جتا نون، بكده حصلت على العجلة في الشكل الرياضي سالب 5 جتا نون. هو طالب مني العجلة عند نون بتساوي باي، يبقى نبدأ نعوض عن نون دي باي، هحصل على سالب 5 جتا باي. طبعا جتا باي معناها جتا 180 درجة، وجتا 180 تساوي سالب 1، يبقى هحصل على سالب 5 مضروبة في سالب 1 هحصل على 5، بكده جبت له العجلة، طبعا هي وحدتها متر على الثانية تربيع، وحدة متر على الثانية تربيع، وبالتالي الإجابة عندي هي الإجابة 5 يا شباب، الإجابة الموفقة هي الإجابة التالية. يتحرك جسم في خط مستقيم بحيث كانت سرعته تتعين بالعلاقة عين تساوي 45 ناقص 5 س تربيع. هنا بقى يا شباب ده مثال في منتهى الأهمية. لاحظوا إن السرعة هنا دالة في الموضع، يعني عين بدلالة س وليست بدلالة الزمن. عاوز مني العجلة بتساوي كام؟ وحدة عجلة طبعًا عند عين بتساوي 25. طيب أولًا أنا هحصل على العجلة إزاي يا شباب في هذه الحالة طالما العين دالة في الموضع؟ يبقى نحصل على العجلة بالعلاقة اللي قلنا عليها، العجلة عبارة عن عين دال عين دال سين، ده كلام في منتهى الأهمية.
طيب عين يا شباب بتساوي 45 ناقص 5 س تربيع. العجله عباره عن عين دال عين دال س، واتفقنا هذه العلاقه بنطبقها لما تكون السرعه داله في الموضع. اما اذا كانت السرعه داله في الزمن، يعني بدل السين دي كانت نون، كنت اشتقيت اشتقاق عادي جدا احصل على العجله. طيب العين معانا جاهزه اللي هي 45 ناقص 5 س تربيع، ودال عين دال س يعني اشتقاقها وهو سالب 10 س. بكده حصلت على العجله عباره عن 45 ناقص 5 س تربيع مضروبه في سالب 10 س. بعد حصولنا على العجله شباب هنعوض عن س بكام؟ ما قاليش، بس هو قال لي بقى اوجد العجله عند عين بتساوي 25. يبقى انا ابدا اساوي العين دي ب 25 اعرف من خلالها السين بكام. يبقى بوضع عين بتساوي 25 هحصل ان 45 ناقص 5 س تربيع تساوي 25. نقدر نتعامل مع هذه المعادله بكل بساطه، هحصل على 5 س تربيع تساوي 20، ومنها س بتساوي موجب او سالب 2. طيب هو عايز مني العجله في الحالتين بقى دول، لما س مره تساوي 2 وس مره بتساوي سالب 2. يبقى هقول له عند س بتساوي 2 نعوض هنا نحصل على العجله، يبقى 45 ناقص 5 في 4 ب 20 ناقص 10 في 2 بتساوي سالب 20، هحصل على سالب 400. بينما عند س بتساوي سالب 2 بنفس الطريقه هحصل ان العجله بتساوي 400. معنى ذلك ان العجله هنا لها قيمتين عندما تكون عين بتساوي 25، القيمتين دول اما 400 واما سالب 400. يبقى الاجابه الموافقه عندي في هذه الحاله هي الاجابه الثالثه. نبدأ نشوف المثال الأخير. يتحرك جسم بحيث كان متجه موضوعه يعطى كدالة في الزمن بالعلاقة س تساوي ن تكعيب ناقص 2 ن تربيع زائد 9 في اتجاه المتجه ي. بين نوع الحركة من حيث التسارع أو التقصير عند ن بتساوي 1. بكل بساطة يا شباب اتفقنا التسارع والتقصير، يبقى هحصل على عين في ج وأضربهم في بعض. في هذه الحالة هشوف التسارع والتقصير من إشارة العين في الجيم. طبعا حصلت على إن عين في جيم بتساوي الشكل أمامنا 3 نون تربيع ناقص 4 نون في 6 نون ناقص 4. نبدأ نعوض عن نون بواحد، هحصل على الناتج اللي عندي بتساوي سالب 2، وبالتالي الحركة هنا حركة تقصيرية. إحنا بنأكد يا شباب إن الحركة هنا حركة تقصيرية عند نون بتساوي 1. طب لو كان الناتج ده كمية موجبة كنا نقول الحركة هنا حركة متسارعة. بكده يا شباب انتهينا من اول درس من دروس تفاضل الدوال المتجهه. الى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله، هتكون اول درس من دروس الاستاتيكا باذن الله. شكرا يا شباب، شكرا جزيلا. ما افكركم ان نفس الدرس ده هيرفع بنفس الملف ده PDF على موقع الوزاره، من حقكم تشيروه او تنزلوه.